الجاية. حقيقة طبعا عندما ارتبط الدكتور مبادرات الجاية وعرضنا عليه استراتيجية الإعلام السياحي التي اعتمدت هي عام 2005 وعملت على ضوء الأمن من عام 2006 إلى الآن، وركزت في أهدافها الأساسية على نشر الوعي والقبول الاجتماعي بالسياحة. كلمة السياحة في المجتمع العربي السعودي والمجتمع القبائلي الذي يعني كثير من المناطق الريفيه والقبليه والجبليه، كلمه قبول السياحه كانت كلمه صعبه،